الله والصلاة والسلام على رسول الله. عميد محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة الدعم المركزي، بناء على تعليمات السيد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، وبالإشارة للخطة الأمنية الموضوعة لتأمين منطقة مدينة صرمان وصبراتها، تم تكليف العميد عبد الباسط فرارة ورفقة عدة ضباط، مجموعة ضباط ومجموعة دوريات لتأمين المنطقتين اللي صبراتها وصرمان. نامل من جميع المواطنين اللي متواجدين في هذه المناطق التعاون مع الشرطة. الشرطة اختصاصات حفاظ المحافظة على المواطن من كل شيء، من كل سوء. بإذن الله يكون الدوريات متواجدة غدا في صرمان خلال نص ساعة وصبراتها لتأمين المنطقة بالكامل، والتنسيق مع مدراء الأمن اللي هو مدير أمن صبراتها ومدير أمن صرمان. وإن شاء الله ربي يوفق الجميع، وربي يهني البلاد والعباد إن شاء الله.